منذ مطلع عام رأينا البنوك المركزية الكبرى على رأسها الصين تغير من حيازتها، تبيع السندات الأمريكية وتستحوذ ذهب أكثر، وكانت مشتريات كبيرة دفعت الذهب أنه يرتفع بشكل عام، ونرى مستويات مرتفعة. فانخفاض معدلات الفائدة أو توقعات خفض معدلات الفائدة مع انخفاض الفائدة الحقيقية مع مشتريات البنوك المركزية كان داعم رئيسي، لذلك رأينا ارتفاعات. المخاطر الجيوسياسية كان لها دور، ولكن الآن الأسواق لا ترى جديد، فبالتالي دخلنا في نطاق عرضي ما بين 1300 دولار للأونصة و 1380، هي دي المستويات المتحكمة في أسعار الذهب. متوقع أنها تظل في النطاق العرضي لفترة على الأقل في الربع القادم، إذا لم نرى أي كسر ل 2100 2000 دولار، هو المستويات المحورية اللي دائما السوق عليها، معنى أننا في اتجاه صاعد. ما دارت الأسواق على آمال أن نلامس 2400 و 2500. وبالنسبة لأسعار الذهب ومعدل التقلبات، هذا ليس بعيدا، حوالي 200 دولار أو 150 دولار من هذه المستويات هي مستويات يمكن وصول لها حتى في أخبار أو تقلبات مرتفعة. ومخاطر جيوسياسية كانت مهمة ولها دور. الفضة كانت مكاسبها ضعف مكاسب الذهب، لأن لها استخدامين، استفادت من العوامل الرئيسية التي دعمت الذهب زائد الاستخدامات الصناعية للفضة، وخاصة أنها كانت ما زالت على مستويات 28 دولار ونص للأونصة، مستويات مهمة، وكلما كان السوق أعلى مستوى ال 2 دولار على المستهدف على المدى القصير، 32 دولار مستوى محوري ونفسي على المدى المتوسط إلى المدى الطويل. رأينا السوق حاول أن هو يخترق ولكن فشل في مرات عديدة، رأينا ضغوطات بيعية قوية حتى في عقود الخيارات وحتى في صف المراكز البيعية كعمليات جني أرباح، ولكن لم نرى أي تغير في الاتجاه حتى الآن. الاتجاه العام هو اتجاه صاعد، 26 دولار ونص للأونصة هو مستهدفات أو النطاق اللي كلما كان السوق أعلى معنى كده أننا نتوقع على الأقل اختبار ال 8 ل 30 دولار ومنها 32 دولار. أسواق المال ترى قبل نهاية العام، وخاصة إذا ما خفض الفيدرال الأمريكي الفائدة أكثر من مرة، وتغير أو أي مفاجآت في الانتخابات الأمريكية وأي تصاعد في المخاطر السياسية، هيكون دائما الفضة مستهدف، الفضة والذهب إنها مستهدفة في المحافظ. فبالتالي نرى أن عوامل كثيرة مغرية تظل الأسواق في الحفاظ على المعدل الثمينة، أي نعم لا تزيد من مراكزها، لذلك احنا في نطاق عرضي، ولكن أيضا لا تتهرب منها. أعود لك يا محمد النور. شكرا لك محمد على كل هذه التفاصيل وهذا الشرح المفصل. من سنغافورة ينضم إلينا مايكل لانكفورد، رئيس قسم الاستثمار في سكوربيون مينرالز. أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. يعني نتحدث عن هذا الاتجاه العرضي مع ربما عدم وجود أي محفزات أو غياب المحفزات للاستثمار في الذهب، يعني ما هي الفترة التي نتوقع استمرار هذا الاتجاه على الذهب؟ ما هي العوامل التي ستكسر هذا الاتجاه الأفقي برأيك؟ شكرا على استضافتي محمد ونور. بالنسبة للعامل الذي سيرفع أسعار الذهب عن النطاق الحالي العرضي، هذا الأمر سيرتبط بعدة عوامل. هل سيخفض الفيدرالي الفائدة؟ وإن كان الحدث غير مرجح لكنه سيدعم الذهب، والدولار الأمريكي ظل يقوى منذ مناظرة بايدن وترامب، وأسعار الذهب ظلت مستقرة وإن رأينا 6 أسابيع من التراجع في الأسعار، وإن رأينا البنوك المركزية العالمية تخفض مشترياتها في الشهر الماضي، لكن الذهب ظل قويا نسبيا، وهذا أمر لافت. يعني هذا لافت مايكل كما تقول، هذه القوة المستمرة. غياب أي حديث عن أو غياب احتمالية تخفيض المعدلات الفائدة على الأقل من الآن حتى انتهاء الصيف، رغم هذا الموضوع حافظ الدولار على قوته، لماذا يعني لم يستفد الذهب من فكرة أنه لن يكون هناك تخفيض في معدلات، أو لماذا لم يؤثر ذلك على الذهب بشكل جوهري، فكرة أنه لن يكون هناك تخفيض في معدلات فائدة، علما أنه قوة الدولار محدودة إلى حد ما إن صح ربما الوصف أو التقدير؟ هذا سؤال عظيم. عندما ننظر إلى أسعار الذهب والسبب الأساسي للاحتفاظ
بالذهب من الأفراد هم عادة يحتفظون بك تحوط ضد تراجع قيمة العملة المحلية. رأينا الكثير من الناس في تركيا والكثير من الناس في دول آسيا ممن لا ترتبط عملات بلادهم بالدولار يشترون الذهب لحماية ثرواتهم وتحديدا في بيئة التضخم المرتفع. ورأينا حتى أبريل مشتريات كبيرة للذهب من الحكومات المركزية وإن كان الرقم قد تراجع في شهري أبريل ومايو. البنوك المركزية كانت 42 طنا شهريا والشهر الماضي كان الرقم 10 أطنان والصين تراجعت تراجعا كبيرا. إذن الأفراد هم من قادوا الحركة والاستثمارات العائلية التي تبحث عن حماية القيمة هي من اشترى الذهب. طيب هل عامل التوترات الجيوسياسية من جهة ربما نتحدث عن دور المستهلكين أيضا إلى هذا الجانب سيستمر ربما في الفترة المستقبلية في دعم هذا الاستقرار على أقل تقدير وليس أي ارتفاعات مقبلة يعني على المدى المتوسط والطويل هذه العوامل ما حجم الدورة الذي ستلعبه أيضا في استقرار الذهب؟ هذه ملاحظة دقيقة وبرأيي احتمال الهبوط محدود لكن بالنسبة للتوترات الجيوسياسية وتحديدا الضبابية المحيطة بالانتخابات الأمريكية يبدو على الأغلب أن ترامب له اليد الطولة وهذا يعتبر تضخميا في أمريكا لأن ترامب على الأغلب سيقلل الضرائب ويزيد الإنفاق والذهب طريقة للمستثمرين وللناس في أمريكا لمحاولة التحوط ضد التضخم المحتمل وتأثيره المحتمل. التأثير الجيوسياسي قائم لكن الأمر يقتصر على أمريكا وهو بدرجة أقل يرتبط بما يحصل بين الدول الأخرى. مايكل لانكفورد رئيس قسم الاستثمار في سكوربيون مينرالز نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا اليوم ودائما في برامجنا.